للحديث أكثر عن التداعيات الاقتصادية والمعيشية لحالة الجفاف التي تجتاح العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. دكتورة هداب، بداية مرحبا بك. بحسب الإحصائيات، معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية. ماذا يعني دكتورة هذا الانخفاض في مفهوم علم اقتصادات المياه؟ نعم، مساء الخير عليك دكتور سمير وعلى السادة المشاهدين الكرام. نعم، هذه مشكلة جديدة يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص القطاع الزراعي. يعني أحد الأسباب المهمة كما ذكرتموه في تقريركم هو طبعا التغير المناخ، التحديات البيئية التي تواجه الدولة، وبالتالي أيضا يعني هنالك يعني تقويض لهذا القطاع الزراعي تحديدا بشكل نستطيع أن نقول عليه ممنهج، يعني بسبب الصراع والإهمال وسوء الإدارة له وإلى آخره. وبالتالي فإن ما نقصد به في اقتصاديات المياه هي كمية المياه التي تستطيع الدولة أن تحصل عليها بحيث تستطيع أن تسد الفجوة ما بين حصولها على هذه المياه وكيفية استخداماتها. وبالنتيجة يعني كما ذكرتم أيضا في تقريركم، يعني هنالك مشاكل عديدة يعاني منها العراق، ما بين ملوحة هذه المياه وما بين انخفاض كمية المياه التي يحصل عليها العراق سنويا. كل ذلك أدى إلى التصحر، وبالتالي أدى ذلك إلى خروج أراضي زراعية كثيرة. تقدر المساحات الصالحة للزراعة في العراق أكثر من 9 مليون هكتار، أي يعني نستطيع أن نقول ما يقارب 25% من مساحة أرض العراق، ولكن في الحقيقة ما هو مستغن من هو 2 إلى 4 هكتار، أكثر من واحد منها في إقليم كردستان شمال العراق. وبالتالي يعني نستطيع أن نستشف من خلال هذه الأرقام أن المساحة التي نحن نعمل على زراعتها هي مساحة صغيرة جدا. وبالتالي أيضا هنالك نقطة مهمة بالمقارنة مع الدول الأخرى تمتلك مساحات أكثر وتمتلك حصاد أيضا أكثر كمثل سوريا وتركيا، أي مثل الدول التي هي محيطة بالعراق. وبالتالي هذا الذي يميز تراجع القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاع الزراعي بالدول المجاورة بسبب هذه المشاكل ما بين المناخ وما بين سوء إدارة لهذا الملف. نعم. دكتورة هداب، ظاهرة التصحر في العراق بدأت تتزايد بشكل مطرد وكبير ويتسع نطاقها مثلما تفضلتم، ولكن هناك ازدياد في معدلات النمو السكاني في العراق. ترى انعكاسات هذه الظاهرة مع ازدياد معدلات النمو السكاني كيف تقرأينها؟ نعم، يعني احنا نعرف تقريبا زيادة النمو السكاني في العراق سنويا حوالي 3%، فعندما تحقق نسبة نمو اقتصادي 3% بمعنى انك سوف لن تحقق شيئا، يجب دائما ان يكون النمو الاقتصادي اكبر من النمو السكاني. المشكلة هنا لدينا في العراق ان هذا ان عدد السكان يزداد وبالمقابل هنالك اراضي زراعية كثيرة تخرج من كونها مساحات زراعية صالحة للإنتاج الزراعي، وبالتالي لسد الفجوة الغذائية لمجمل حاجات المواطنين في داخل العراق. وبالتالي أيضا هنالك مشكلة هو سيطرة أو هنالك يعني لنصفها كما تصفها بعض التقارير الدولية، يعني وجود صغار المزارعين الذين هم يشكلون العمود الفقري للقطاع الزراعي، وبالتالي هؤلاء يتميزون بقلة الكفاءة وعدم استخدام مهاراتهم بشكل صحيح، لأن أساسا هم لا يمتلكون مهارة. كل ذلك أدى إلى أنهم لم يستطيعوا أن يستفادوا من بعض الأمور العلمية والتكنولوجيا الحديثة الجديدة حتى يعملوا على إدخالها في مجال الزراعة، وبالتالي حتى نمنع من وجود ظاهرة التصحر، بالتالي أيضا
يجب على الدولة أن تفكر أن يكون هنالك ملف إدارة مخاطر لهذه التراجعات التي تحدث في كمية المياه التي يستقبلها العراق من الدول التي هي أساسا نحصل عليها سواء من تركيا أو من إيران، وبالتالي حجب إيران هذه الكميات الكبيرة من المياه كل ذلك أدى إلى زيادة التصحر، وبالتالي أدى ذلك على حجم النمو بشكل كامل وشامل للمواد الغذائية وتراجع زراعة المحاصيل الزراعية، وبالمقابل زيادة عدد السكان. نعم كما هو معلوم وكما تفضلتم، يعني الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد، اقتصاد أي دولة، تشمل أيضا يعني الثروة الحيوانية. عانى العراق في خلال السنوات ما بعد الاحتلال من تدهور كبير في القطاع الزراعي، وكذلك تدهور كبير في الثروة السمكية والثروة الحيوانية. تضافرت أو يعني تضاعفت هذه المخاطر مع يعني بروز ظاهرة التصحر وازدياد وتوسع نطاقها، يعني أثر ذلك على معيشة المواطن العراقي المثقل أصلا يعني كاهله بسبب الوضع الاقتصادي، كيف سيؤثر ذلك عليه؟ نعم صحيح. يعني أيضا يعني عندما نشير إلى القطاع الزراعي يعني أكيد يعني سيذهب ذهننا ليس فقط إلى المحاصيل الزراعية، ولكن كما ذكرت حضرتك إلى أيضا إلى المنتجات الحيوانية وكل ما يخص ذلك. فبالتالي يعني لدينا سلة متكاملة حتى نستطيع أن نعمل على توفيرها للمواطن سواء من المحاصيل أو من المنتجات الحيوانية. لطالما أن القطاع الزراعي في حالة تراجع، إذا معناته هناك تراجع أيضا في تربية الثروة السمكية أو في تربية مجمل الماشية وإلى آخره. هذا كله أدى إلى أن يؤثر ويساهم في تراجع القطاع الزراعي عموما سواء بشقيه كما ذكرت، يعني المحاصيل الزراعية أو الحيوانية. يعني لو نرجع إلى بعض النسب سنلاحظ أنه يعني القطاع الزراعي ساهم في 2008 4% بالناتج المحلي الإجمالي، وزاد في 2010 إلى 8%، من 2011 حقق 7% إلى يومنا هذا بدأ في التراجع وحتى وصل إلى حوالي 2 أو أقل من 2%. يعني بدل ما كنا أن نسعى إحنا إلى تحقيق نسب أعلى وبالتالي أن نهتم بتنمية المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات والثروة الحيوانية، لا بالعكس العراق تراجع في هذا المجال، وبالتالي كان سوء الإهمال ويعني صانعي القرار السياسي في هذا المجال كانوا يعني إرادتهم غير واضحة جدا، ولكن كانت متراجعة نوعا ما، كان يحتاج ثقل أكبر، كان يحتاج إلى وضع سياسات اقتصادية تخص إدارة المخاطر والجفاف وبالتالي الإنذار المبكر وإلى آخره، مجموعة من السياسات المائية التي تتخذ مثل من قبل الدول الأخرى مهما كانت صغيرة ولكنها استفادت واستطاعت أن تتحول إلى دول كبيرة كمثل سنغافورة على سبيل المثال، وبالتالي استطاعت أن يعني أن تعمل على حتى الاستفادة من 40% من اللي يسمى بالمياه الرمادية وهي المياه المدورة وإلى آخره. يعني لا يوجد مطلقا أي استفادة من تجارب دول في هذا المجال، بل نرى أن حتى الشباب العراقي أو السكان في العراق بدأوا بتتزايد أعداد لجوئهم إلى الخارج، يعني خروجهم من العراق أو الهروب من العراق بسبب ما يعانوه في الداخل من وضع سياسي بالإضافة إلى الجفاف. طبعا هذا الجفاف هو بسبب ممارسات داخل البلاد. الثروة البشرية هنا هي التي تصنع الثروة الزراعية، هروب الناس، هروب السكان إلى خارج العراق، كيف سينعكس على اقتصاد البلد؟ نعم، يعني أكو نقطة مهمة، يعني كان على صانعي السياسة في العراق وواضعي هذه السياسات الاقتصادية كانوا يجب أن ينتبهوا دائما يعني بالرجوع قليلا إلى الماضي. يعني لو رجعنا إلى ما بين 2007 و 2009 يعني تشير تقارير الدولية إلى أن هنالك يعني عدد 4263 أسرة نزحت يعني من مناطق مختلفة في العراق.
هؤلاء كانوا يعملوا في الزراعة، وبالتالي يعني حتى محدد عددهم يعني بين 2007 و2009 أكثر من 25 حوالي 26 ألف فرد بسبب الجفاف، وبالتالي يعني توقفوا عن امتهان هذه المهنة. وحددت حتى منظمة الهجرة الدولية أن 11% من النازحين الداخلية، يعني لا نقصد النازحين الآخرين، لا، النازحين داخليا هاجروا بسبب تراجع نسبة المياه، وبالتالي أصبحوا في وضع لا يستطيعوا أن يعملوا على زراعة أراضيهم بسبب الجفاف. وبالتالي نحن نعلم أن يعني هذا كله يصب في أنه لو كانت الدولة اهتمت في ذلك فإن كل أن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي كما تشير أيضا التقارير الدولية، لو ازدادت الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 1% لازدادت نسبة العمالة أكثر من 1% في القطاع الزراعي. وإحنا هذا هو المطلوب لدينا، يعني أن نهتم بالقطاع الزراعي، أن نرعى السكان الموجودين في مناطقهم، وبالتالي نقدم لهم الخدمات حتى يعملوا على تنمية أراضيهم وعدم هجرة الأراضي والنزوح إلى أماكن أخرى، وفي نفس الوقت تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على الفقر. نعم، شكرا لك. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة غداب فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.